السلام عليكم. هذا الفيديو أيضا مكمل للفيديوهات أو لمجموعة الفيديوهات اللي تحدث عن إنشاءات منهج الثالث المتوسط، خصوصا الإنشاءات اللي انضافت أو اللي تغيرت. من ضمن الإنشاءات اللي انضافت أو رجعت، مو انضافت، هو كان موجود كان محذوف ورجعوه هاي السنة، اللي هو إنشاء اليونت الثامن، يونت 8، اليونت الثامن اللي موجود بلسن 4، بلسن الرابع. إنشاء اليونت الثامن، سؤال، اليونت الثامن مو مراجعة بي بس تمارين؟ نعم مراجعة، ولكن بمادة جديدة، بإنشاء وبي قطعة كتاب. زين، إنشاء شنو منطوقة؟ إنشاء يقول write about a simple event. هنا شوية اكو خطأ بالطباعة، هاي المفروض تصير A. write about a simple event that happened to you. اكتب عن حدث بسيط. A simple event that happened to you، حدث لك. زين، هذا الإنشاء وين موجود بالكتاب؟ موجود بالأكتيفيتي بوك، كتاب الكراس. هسه راح نرجع مثلا، هسه نلقي دقيقة واحدة، وين موجود هنا؟ يونت 8، هذا يونت 4، هذا يونت 8. شوف يونت 8 رايتنج، اليونت الثامن، لسن 4 اللسن الرابع، بيا بيج موجود، موجود بيج 123، صفحة 123 بالأكتيفيتي بوك. هو طبعا بالكتاب مطيني مجموعة من الاختيارات، شوف مجموعة من الاختيارات، يعني ايش قايل؟ مرة قايل اكتب عن a simple event that happened to you، هذا حدث بسيط حدث لك، او imaginary story، قصة خيالية، او clear description of a friend، وصف واضح لصديقك. طبعا اللي مختارينه بالسنة، اللي مختارينه شنو هو؟ a simple event، حدث بسيط حدث لك، a simple event that happened to you. زين، فيقول لك سوي الخطة هنا واكتب. احنا هسه ما لنا علاقة، احنا كاتبين هناك جاهز، خلي نروح نشوفه وين موجود. لحظة واحدة، خلنا نرجع له، وين هو هذا الإنشاء؟ هذا انتبهوا ياي، هذا منطق السؤال. شو يقول؟ يقول write about a simple event، هذه هنا الاس خطأ، write about a simple event that happened to you، اكتب عن حدث بسيط حدث لك. زين، ناعد ملاحظة دقيقة جدا قبل لا نبدي، بما أنه هو مطينا يعني الحرية أنه أكتب عن أي حدث، فأنا سويت رحت للقصة ماليونت الخامس. تذكرون الستوري تايم، القصة ماليونت الخامس مال سلام أحمد، هذا المراسل الصغير اللي راح حتى يكتب ريبورت، تقرير عن رستورانت، عن مطعم نيو رستورانت جديد، وشاف هذا الأولد فادر، الأب الكبير ويا السن ابنه شلون جايبه للمطعم ومهتم به. هذا الحدث البسيط جبته خليته بالإنشاء، نفس تفاصيله خليناها بالإنشاء. جاي تلاحظ يعني حتى الإنشاء ما يكون غريب علينا، إحنا هاي التفاصيل مال الإنشاء ماخذيها بالقصة مال اليونت الخامس. تبيت لو ما انتبهت، أكو قصة عندنا باليونت الخامس مال سلام أحمد، نفس الانفورميشن الديتيلز التفاصيل مالتها، الإيفنتس الأحداث جبتها اختصرتها خليتها بالإنشاء. هو لأن هو بخليني بكيف، هو يقول a simple event، حدث بسيط، أنا جبت له حدث بسيط ما له علاقة، هو المهم إنشاء صحيح. جاي تلاحظ، فالإنشاء هسه راح نقرأ ما راح يكون غريب، هو نفس المواضيع يعني نفس التفاصيل اللي مخذيها بالقصة راح تكون هنا بالإنشاء. زين، عنوان الإنشاء ايش خلينا؟ خلينا the good son، الابن الجيد، الابن البار، على هذا اللي قاب المطعم. خلينا نشوف الإنشاء منين يتكون، بسيط جدا وكلماته بسيطة. زين، شو يقول؟ يقول last Tuesday، في الثلاثاء الماضي، لأن احنا بالقصة مذكور انه راح الثلاثاء للمطعم. last Tuesday I went to write a report about a new opening restaurant in Baghdad. يقول في الثلاثاء الماضي ذهبت لكتابة write، نعم عندنا خطأ مطبعي، هذه write WR. I want to write a report، تقريرا، about a new opening restaurant in Baghdad، عن مطعم جاي يفتتح جديد في بغداد. انتبهت؟ زين، شنو اللي صار؟ هاي قسمتها باراجرافات حتى شوية يكون أوضح، ما يكون كله باراجراف واحد. فيقول I watched everything، ذكرون القصة، يقول شاهدت كل شيء، I watched everything but one thing attracted my attention، ولكن يقول شيء واحد attracted my attention، جذب انتباهي. شنو هو؟ there was a boy، كان هناك فتى صغير، taking his old father، يصطحب أبيه، taking his old father for a treat، جايبه حتى يشتري له وجبة طعام على حسابه في هذا الرستورانت المطعم. جاي تنتبه، شوف التفاصيل نفسها مال القصة، هذا راح المطعم لقى هذول الأب وابنه موجودين بالمطعم. زين، بس اختصارا، احنا مو كل المعلومات ذكرناها حتى يصير الإنشاء طويل، لأن هي قصة طويلة. شنو اللي صار بعد؟ يقول the father،
هذا رايح هو سمبل ايفنت، هو حدث بسيط، بدال ما رايح يكتب تقرير عن المطعم كتب تقرير عن هذول الاب وابنه. The father was dropping food on his clothes. يقول الاب كان يوقع الطعام was dropping food on his clothes على ملابسه. Because ليش؟ Because he was very weak، لأنه كان ضعيفا جدا. تذكرون القصة؟ كان يوقع الطعام على ملابسه لأنه يقول كان old and weak. أنا جاي أمشي بسرعة بالإنشاء لأن هذه المعلومات إحنا مخذيها، يعني مو شيء جديد، مو حد أحداث جديدة. فيقول the father الأب was dropping food on his clothes، كان يوقع الطعام على ملابسه. Because he was very old، العفو، he was very weak، لأنه كان ضعيفا جدا. بعد the boy wasn't at all embarrassed، يقول الابن لم يكن محرجا ابدا، ما كان محرج. The boy wasn't at all embarrassed but he was so proud، ولكنه كان فخورا جدا. To help his old father، لانه ساعد ابيه، كان فخورا جدا. Was proud، لانه يساعد ابيه. زين، هذا المشهد شو يقول هو؟ سلام، هسه يقول هذا اللي جاي يكتب الحدث، يقول it was a real lesson to me، يقول كان درسا حقيقيا لي. يقول هاي معاملة هذا الابن الجيد ويا أبوه، معاملة هاي الجيدة الحسنة، was a real lesson، كان درسا لي. I wrote my report، يقول كتبت تقريري about this touching scene، عن هذا المشهد المؤثر. يقول أنا كتبت التقرير مالتي عن هذا المشهد المؤثر. واضح هو شنو الإنشاء؟ عنوانه مثل ما قلنا simple event، حدث بسيط حدث لك، ما عندنا مشكلة كيفنا نكتب. كتبنا هاي الأحداث اللي من القصة مال سلام أحمد، مال هذا المراسل الصغير اللي موجودة بيونت 5. مجموعة من الفوكابلاريز، المفردات المهمة اللي وردت بالإنشاء. report معناها تقرير، restaurant مطعم، think شيء، attract جذبة، attention انتباه، dropping يوقع، clothes ملابس، weak ضعيف، embarrassed محرج، proud فخور، touching مؤثر، seen مشهد. هذا الإنشاء مال يا يونت، مثل اتفقنا يونت 8 اليونت الثامن لسن 4 اللسن الرابع. العنوان شنو نعيده؟ write about a simple event that happened to you، اكتب عن حدث بسيط حدثه.